والمرأة الهاجة وغيرها زوان هاجات وغيرها. يعني والله الرجال مخوفون، خليني زوان. هذه واحدة من ضحايا بشرة المسرخ دي، لما بشرة وقع في عائشة رضي الله عنها انت رضيت ليه؟ لما بشرة وقع في علي رضي الله عنه انت رضيت ليه؟ الزول يا جماعة باختصار كما سمعتم، رجل عنده كذب، ورجل عنده ادعاء لعلم الغيب، رجل يفتح المراكز وهي بدعة، رجل يلتف حوله النساء ويعظمونه ويدعو إلى تعظيم نفسه، والثلاثة مصائب بشرى واقع فيها. دي رسالة له يتوب إلى الله سبحانه وتعالى إن أراد الحق. هسي اتصلي به، أنت يا أختي ما عندك رقمه؟ نديك رقمه أنت، اتصلي به، نحن بنقعد نردمه هنا دي فيس تو فيس كدي طوالي، نجيبه هنا دي. هسي نطلع كتب محمد عبد الوهاب نوري له عن الوهابية في شو، طلع كتاب التوحيد يورينا مشكلته مع العقيدة الصحيحة شو. هسي اللي جينا، وهسي متى ما جاء لمناظرة الرجل ده في المكان ده أو في غيره من الأمكنة، متى ما جاء أدونا خبر ونحن نجيب الكتب ونناظره أمام الملأ ليكشف ويبين حاله للقاصي والداني. مما يؤخذ الرجل أنه يدعي علم الغيب، لأنه يا جماعة باختصار شديد جدا كونه زول يقول رسالة خاصة لترامب رئيس أمريكا، يقول لو أقسم بالله تحرير فلسطين فاضل له فاضل له ساعات. دي رسالة خاصة لترامب، أنا بكلمك من المكان ده، تحرير فلسطين أقسم بالله فاضل لها ساعات بس. والآن من كلام بشرى ده لأسي مش ساعات، ليه أيام وتحرير فلسطين يتحقق؟ ده ادعاء لعلم الغيب وده كذب. واحد اثنين، قال المهدي المنتظر فاضل له شهور بسيطة وينزل، والمهدي المنتظر فاضل له شهور بسيطة، وقال عيسى عليه السلام فاضل له 7 سنوات المهدي المنتظر يخرج، يعني عيسى عليه السلام فاضل له 7 سنوات ينزل من السماء. والله يدعي على القسم عيسى ينزل من السماء فاضل له 7 سنوات. كونه انت تحدد انه عيسى عليه السلام بينزل بعد اسبوع او بعد شهر او بعد سنة او بعد 7 سنوات، ده غيب ولا شهادة؟ ده غيب. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الشاهد من الآية وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، اللي بيحصل بكرة شنو انت ما بتعلمه. شكي رب العزة والجلال قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وده يوريك انه يدعى الرجل ده لعلم الغيب وكلامه بالمغيبات دي، البقسم ويهيج يغش النساوين ويصرخا ويكوركا ويقول لا والله صادق ويمسك المصحف. اللهم ان كذبت اعمي بصري، ده الغزل. اللهم ان كذبت اعمي بصري، ويكورك ويجوط وزغرتا يقول لهم زغروتا لله، زغروتا لله. وجماعة يكوركوا وكذا وكذا لحد ما رجل جبع عكاز ويكبر ويهلل للرجل ده فرحان له ويعظم فيه. طيب ده دليل على انه الرجل ده يشابه منهج الصوفية وهو اقرب الى الصوفية من قربه الى المنهج القويم منهج الكتاب والسنة بفهم شنو الصحابة. يقول عيسى عليه السلام بعد 7 سنوات زي ما الصوفية يدعوا علم الغيب، ده كتاب من كتب الصوفية وهو النور البراق في مدح النبي المصداق وهو من كتب الختمية. لحد ما مشى قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي، يدعي علم الغيب، ده ختمي من الختمية وقائد من قادتهم. وبشرى هنا ينطق بأشياء غيبية فهو يشابه هؤلاء القوم وإن تبرأ منهم،
وإن لعنهم. لأنه يا جماعة أنا ما ممكن أقول لعن الله شاربين الخمر وبكرة أجي أنا ذاتي أشرب الخمر ويجي يقول والله فلان ده مع ناس الخمر، يقوموا يقولوا الناس لا والله الزول ده بيلعن ناس الخمر. أنت بتلعن الصوفية وأنت بتشابههم وفي أصل باطلهم وهو ادعاء علم الغيب. من الماخذ على بشرى هذا المركز الذي فتحه والذي يدعو الناس إليه. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى كما في كتاب كبير جدا اسمه فتاوى علماء البلد الحرام، فناقلين فيه فتاوى لكثير من العلماء. قالوا للشيخ الفوزان بعض الناس يفتح ويقيم المراكز التي يرقى فيها بالقرآن والسنة. قال هذا ليس من منهج السلف في شيء، ده من البدع. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رقى لعثمان بن مضعون وهو أخوه من الرضاعة، ولما رقى الرجل كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري، لما رقى الرجل لسيد القوم وأعطوه من الشياه ما أعطوه ورقى بالفاتحة، ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم ولا فتح هؤلاء الصحابة مراكز للرقية، ما كان عندهم مراكز. شكي العلماء قالوا دي من البدع، كونه أنت تفتح شنو مراكز، مش كونه ترغي، كونه ترغي والناس ما بتعظمك والناس ما بتعتقد فيك، وريت الناس إنه الشافي هو الله سبحانه وتعالى وإنه الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ده ما فيه إشكال. لأنه يا جماعة الباب الفاتح الآن بشرى ده فيه ثلاثة مصائب، والثلاثة مصائب بشرى واقع فيها، ودي رسالة له يتوب إلى الله سبحانه وتعالى إن أراد الحق. محظور الأول الاعتقاد، أن يعتقد أن الشفاء في يدك أنت، ودي مش الناس بقعوا فيها بسبب بشرى، بشرى بأصلية. بيقول الناس اللي بيقولوا بشرى ما بيشفي، والله العظيم والله العظيم بالنسبة للناس اللي بيقولوا بشرى ده ما بعالج. وفي المنطقة دي أنا عالجت 3 مليون نفر، عليك الله أرجعوا للمقطع كلامي ده كله تلقوا، والله أنا في هذا الميدان عالجت أكثر من 3 مليون نفر. الله أكبر. 3 مليون نفر. الله أكبر. 3 مليون. وأنا عالجت 10 حالات مستعصية. أنا بقول لك 10 من الحالات اللي عالجتها يعني أصعب حالات. الزول ده أول شيء ينسب الفضل إلى نفسي، عالجت أنا عالجت. والله سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو شنو يشفين، وده يقود الناس لأنه يعتقدوا في الزول ده ولا ما بيعتقدوا فيه، يعتقدوا فيه. فده من المحظورات في أمر الرقية، الزول اللي بيفتح الباب على مصراعيه أن يعتقد فيه. ورب العزة والجلال قال عن المؤمنين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي سببا لكفرهم. أنت يا أخ ما تبقى طاغوت تدعو الناس إلى عبادتك وإن لم تسمها عبادة، تدعو الناس إلى الاعتقاد فيك وإن لم تسمي اعتقادا، تدعو الناس إلى تعظيمك وتثني على نفسك. ورب العزة والجلال يقول فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. 2 من فتن من الفتن والمحظورات فتح باب المال، اتخذ القرآن تجارة وسيلة للكسب ويفتح الباب على مصراعيه. قال لك ضبحوا 32 خروف والدوني قال 4 أكياس تقريبا، قال تقريبا باكل فيها قال شهر أكياس بتاعت لحم،
والله الذي لا إله غيره. عميانة في محطة 2 دي لما فتحت أبوها ضابح 32 خروف. ضبح 32 خروف لأنه كان عمدة. أي زول من أصحابه جاب خروف يعني يمكن مديني 4 أكياس بتاعت لحم أنا باكل فيها شهر كامل. الفتنة الثالثة يا جماعة والمصيبة الثالثة والمحذور الثالث والبشرى واقع فيه والآن فتنة النساء. نسوان ملمومات حولك ويعتقدن فيك يا أخي ده بيقرأ المرأة قال اقرأ كذي ويجيب الميكروفونات المرأة تدردق قدامه وتقع ويمسك واحدة لقيته في تسجيل ماسكها من يده ورافع يده ده بشرى ده ذاته ده دين يدان لله تعالى به رافع لابسة البيت لابسة بنفسجي ولا شنو ماسكها من يده شابة والجماعة يزغرتوا يقول لهم لا زغروتة قوية لله ووك الجماعة يزغروا ووك زغرتا زغروتة لله لله سبحانه بتقرب لله بالزغاريت وماسكها من يده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني والبيهقي والذهبي في الكبائر وفي صحيح الجامع للألباني من رواية معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ما بجوز تمسها بكل أنواع المس ما إلا الجماع بكل أنواع المس لأنه في مختصر الكبائر صاحب المختصر قال فليتق الله أقوام يقولون إنما الأعمال بالنيات يعني نيتنا طيبة. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر الناس نية وسريرة ومع هذا يقول في مسند الإمام أحمد إني لا أصافح النساء يدي لا تمس يد شنو النساء. وبشر الآن يمسك يد المرأة ويرفعها ونساوين قاعدات جمع. فدي ثلاثة أشياء التعظيم وهو يعظم نفسه لما ترغي ويا الله يكتب الشفاء وانت ما علقتهم بالله وما قلت لهم شوف الشفاء ده بيد الله ما بيدي أنا. الناس بيعتقدوا فيك وهو يوصل لهذا الأمر أنا بعالج. هذه واحدة من ضحايا بشرة اللي بيصرخ دي من ضحايا بشرة. طيب طيب قال اي لو بقيت اخته ولا غيره في النهايه يجيب لنا بشرى ذات الناظر. طيب جيبوا بشرى هنا دي نردم لك بشرى ذاته انت. نحن النساء ممن ناظرين او من ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين. صوتك ده ما مبين لنا نحن بتلخبطي يا زاي. جيب لنا بشرى ده اللي بتبجح ويتعاظم وكذا نردم هنا دي في المكان ده. طيب وجاي ده كله يا جماعه لخبطه في البلد دي والله الذي لا اله غيره. الزول يا جماعة باختصار كما سمعتم رجل عنده كذب ورجل عنده ادعاء لعلم الغيب رجل يفتح المراكز وهي بدعة رجل يلتف حوله النساء ويعظمونه ويدعو إلى تعظيم نفسه وينسب الفضل إلى نفسه ورجل يلعن المسلمين ومنهم يلعن المسلمين ومنهم يقول الوهابية ويلعنهم ويقول بلعن السودانيين شت بيلعنهم. العالم كله واقف مع الشيخ بشرى قال إلا السودانيين بس كلهم عن بكرة عبيهم ضد شيخ بشرى ضد حلقات شيخ بشرى بيلعن شيخ بشرى وشيخ بشرى بيلعن فيهم. ورجل يضع يده في المرأة ورجل يدعي أنه يعالج وأنه يشفي ولا ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. والله أنا في هذا الميدان عالجت أكثر من 3 مليون نفر. الله أكبر 3 مليون نفر. بعد ده كله وين تقديمه للعقيدة الصحيحة وين دعوته للتوحيد. يجيب الخلافات والاختلافات وينبذ الاختلاف بين السنة والشيعة الضلال وما ينكر على الشيعة في صفحاته دي. ده كتابه جمع إعداد بشرى عبد المؤمن صالح صبحي. قال في عهد علي وعائشة رضي الله عنهما
وصلت المقاتلة بينهما إلى 100,000 قتيل. ده كذب يا جماعة ولا ما كذب؟ وده يدل على كذب الرجل ومن ضلاله أنه يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه ما اعتدى على عائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها ما خرجت من بيتها لحرب، وإنما خرجت لشنو؟ لتصلح. خرجت لتصلح رضي الله عنها لمكانتها بين المسلمين، لأنها أم المسلمين والمؤمنين. فده كذب على الصحابة. ليه أنت ما أنكرت عن الشيعة في الصفحات اللي أنت وقعت فيها وأنكرت علي علي رضي الله عنه وعلي عائشة والمرأة الهايجة وغيرها، سوان هايجات وغيرها؟ يعني والله الرجال مخوفون، خليني سوان مرأة المرأة الهايجة وزعلانة وبشرى أخوي وبشرى وما بنرضى كلام في بشرى وبشرى غايب. لما بشرى وقع في عائشة رضي الله عنها انت رضيت ليه؟ لما بشرى وقع في علي رضي الله عنه انت رضيت ليه؟ ولما هو وقع في عائشة وعلي رضي الله عنهما كانوا موجودين ولا كانوا غايبين؟ ده ما سؤال ليك انت. تقولي بشرى كان غايب، هسي اتصلي بيه انت اخته، ما عندك رقمه؟ نديك رقمه انت، اتصلي بيه، نحن بنقعد نردمه هنا دي فيس تو فيس كدي طوالي، نجيبه هنا دي. هسي نطلع كتب محمد عبد الوهاب نوريه لعن الوهابية في شنو، نطلع كتاب التوحيد يورينا مشكلته مع العقيدة الصحيحة شو. هسي اللي جينا، وهسي متى ما جاء لمناظرة الرجل ده في المكان ده أو في غيره من الأمكنة، متى ما جاء أدونا خبر ونحن نجيب الكتب ونناظره أمام الملأ ليكشف ويبين حاله للقاصي والداني. وده الكلام، والكلام يطول، وأنا أصلا كنت جيت أردم الصوفية إن شاء الله تعالى، لكن قدر الله لقيت الكابوس ده عشان الناس تصحى منه إن شاء الله، ده نردمه، والآن ردمنا جزء منه، والإخوة برضو عندهم شنو تعليقات، لأنه زول بتاع كذب يا أخ، زول جبريل قال في معركة بين فلسطين في المقطع ذاته بين المسلمين، وقال والكفار ديل ناس أمريكا وإسرائيل، قال قائد المعركة جبريل عليه السلام، والقائد الأعلى الله تعالى، وقائد المعارك هو جبريل عليه السلام، والقائد الأعلى القائد الأعلى هو الله. إذا بتقول الله قائد أعلى، وهل تصف الله بهذا الوصف؟ الدليل عليه شنو الاسم ده؟ الدليل عليه شنو؟ القائد الأعلى الله سبحانه وتعالى، الدليل شنو؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك الرجل ده جاهل بدين الله سبحانه وتعالى وإلى الله المشتكى. دي بعض التعليقات المختصرة، وإذا مد الله في الآجال ووفق نأتي ونواصل في هذا المكان في كشف المضلين وفي بيان الحق، نصرة لدين الله سبحانه وتعالى وتحذيرا من هؤلاء، ليحذرهم الناس ومن جهل حالهم، ليعرفوا مكانتهم ويعرفوا سفلهم ويعرفوا انحرافهم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.